على موزايك اف ام. قديش عمره الراعي تتربى اليوم؟ 55 يمكن ولازيد. هو نحو في الكليل غادي. نحو في الكليل. هذه ناس مش حابسة ما عندهاش حاجة. لا العطش والدمار والميزيرية وكل شيء والاحتياج. فهمت؟ أنت مش ماهيش خارجة. الاحتياج ما يدهمش على على الغيم وعلى الموت وعلى الهم نتاعي. والله الخير تموت. نحن عطاش. الراحة الزوال يمشى يعني يهرب. تو لهالي معناتها مورد رزقهم الوحيد هو جبل. نحن جينا في جبل نحن لمن. جينا لمن لمن. لمن لهك لهك. وجينا كثيرين لعل ربنا مسلم. يعني جينا رب. أنا مستهب علينا لمن لمن. شنو نقول ما عطاش. يا سيدي ما عندكش. مورد رزق لا. الزوال يمشى. لا بالفلوس كل شيء بالفلوس. حد ما غنيه هاي الوقت ضيع راح على الجبل اشتاها كسر فيها تو حواليك قديش من واحد ضرب لغه في الجبل من اللي بدات الحكايه هذه تاع الغرب لا حسيب لا حسيب على عروش اللي بنسيب الجبل يجي لا حسيب 40 تو ولا 50 تسمع بيه ثاني 100 100 ومكسوش رجله مكسوش. شنو مطالبكم الدولة؟ شنو مطالبكم؟ طلبنا يعطونا موارد رزق خدمة حاجة تستمع بها العباد ولا يمشي يربطونا كل يهزونا خلينا نرتاح. علاش قاعدين في البلاد أصلا؟